لا تتمقنا ما زين تمقني بعضي، لا تتمقنا ما زين تمقني بعضي، لا تتمقنا ما زين اتمقني بعد عليك، لا تتمقنا. مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تاكسي رقم 2. ضحيتنا اليوم استدرجوا صديق له ومشالوا تاكسي عنها ليتوصلوا المكان يعرفوه، وتاكسي طبعا تاكسي رقم 2. شوف معنا كيف تعامل سيدي علي مع محمد والمختار. متابعة شيقة. واش مني؟ ان شاء الله جاي من رياسته. رياسته وما قال نطريق نوادي؟ انا بخبارك ها؟ طريق نوادي بخبارك. هو قال انك طريق نوادي ويعرف عني انا طريق نوادي وين من رياسته؟ ها؟ هو قال لي جيبك من شو طريق نوادي؟ انا بعد عاد مو ليش؟ هو قال لي قسم اننا نجينا نجابوا شو طريق الماضي اخبار من الرئاسه ما انا قاعدك على مولاي مهدي مولاي هاشم هو قال لي اني اجيبك على طريق الماضي انا اخبار من الرئاسه ايه ايه الو انا ماشي طريق الماضي انا قلت لك انا جايز طريق الماضي وهو قلت له حد ما ماشي معي طريق الماضي لا يعطيني فيه انا ماني صايب اليوم بكره ما موجود ما موجود يو يو فلك فلك انا راجع والله اطير بعد انا وانا شنو واسف انت قلت لك انت ما رجع البلد رجع بلك شنو بلك شنو ايه سامولي ها 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 واحد ما دخلنا ما فيش اوريب كوا مو ما بيرتبني كوا علي في منين وما ما ني ما 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 موجود مونيو ما موجود مونيو الرئاسه ما هي نواديبو ما هي نواديبو نحن واعدين طريق نادي ما يبص عليك ايه لا تفسر عشان ما يبقي جاء تليفون قلت اصبرني تسعود انت انت دعم لا تمس حتى سيت السلام عليكم واطف فرانيا قلت لك وقف الوتا صنعه وقف الوتا يعني موقف الوتا وانت اخبارك من وقف الوتا نعقل ان نقول وقف ان وقف قلت لك وقف الوتا لا تمس شنو شو انت ماشي بيا في الطريق ماني ماشي شو راه شو راه ريت البرسيك والله راه فداك وعن فنان انت راه اقتناع منك انت وانا كان طريق نوادي بيت شو معايا شو طريق نوادي نعم مني شنو انت طلع والله ذيك الاخر زيتين تبني على الطفل ما انت لا زبطه طلع على شنو يا رزيه تلاصق من احنا انا صايب على الطفل وين ما انت لا ثاني لا تسالني تلفينا يا سلام عليك غير اسكت اي عافية تاش اعطيني تليفوني اعطيني تليفوني دار الصف اي غبا صباح صباح انا مالي انا راسف انت انا طريق نوادي انا مالي 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 انا م
دارت تشوكي هذا متحرك اول شيء بك ماك انت قلت لك احترم نفسك حتى تحترم نفسك احترم راسك سمعت انت دار انا تاخذ صباعي من عيني احترم راسك وقف لا تاخذ صباعي حالا ايه تصل معوتي اجلس ايه بتصل معوتي شنو كلمه ثانيه تكلم معك بتصل معوتي شنو بتصل معوتي ما تصل عاد هذيك اللي خلى الله شنو انا اللعقه مو سمي علي انا يا عم لا وقف انا كلعق مني انا الو ما غنيو ما غنيو ما غنيو ما انا بوين انا بدي اقول لك انا ضاع واحد سيك انا امشي بكتب لي واحد طلع قاعد وين ارمونا في دي كم اخباري انا اخباري انا منك انت خرب خرب فوق بلاك بلاك فينون بلاك مرسي مرسي تشات مرسي تشات انا قلت بعد اسرعي انا ايه اسرعي تعال مره ثانيه تجيب انت وانا ده جيب 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 خلاص ولا شيك اثنين هي رزية ترصق ذيك انت وهي رزية لا انت وهو رزية ترزية على البشر ايه رزية مي واحد اركب تليفوني اركب 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 اعطيني تليفوني ايه لا تليفون احترم راسك احترم راسك احترم راسك احترم راسك لا تنسى ايه لا شنو في ذي الوتر احترم راسك في ذي الوتر احترم راسك في الوتر احترم راسك في الوتر احترم راسك في الوتر نعم راسك في الوتر سهلات انا اضحك براسك انطحني طحني انطحني طحني تهرم راسك انطحني تهرم راسك لا عدلش تطلع على الكل لا لعق حتى شو ملعقه ملعقني بحال عبد الله والله قلت لك بيجد عليك ولا شنو قلت لك قلت لك مالك مجنون وقف في الوتر قلت لك مالك مجنون قلت لك متوسل تطلع على الكل خليك ايه اسمعهم اللي تعطيني تليفون انا قلت لك دلوقتي وقفها ماني اسمع نسمع لك اسمع اسمع لي دور اسمع لي مو الو مكاني انت من تليفون او لا انا في مويني ايه مويني هذه بهالي ايه مويني ايه مويني هذه مويني على مويني على مويني على على ما راح خلينا نضحك على ما هيني ما هيني شكرا لسيدي علي وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج تاكسي رقم 2 موت عام يبقيت تماقنا ولادت تماقنيتي سقيف تاكسي رقم 2 الشركة لحكمت فيك تاكسي رقم 2 الشركة لحكمت